بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أخوكم محمد علوي، وهنستكمل مع بعض سلسلة الشروحات اللي كنا بدأنا بيها عن مصطلح الانسيدنت ريسبونس. في المحاضرة السابقة كنا اتكلمنا عن الفرق ما بين الانسيدنت والفرق ما بين الايفنت، ووصفنا الشرح ما بينهم، لأن في لغط دايما بيدور حوالين المصطلحين دول. في ناس كتير بتوصف أمور بتحصل على إن هي انسيدنت، لكن في النهاية هي الكاتيجوري بتاعتها بتكون ايفنتس، والعكس صحيح. فالخلط ده وارد وحاصل، عشان كده عملنا اول محاضرة وشرحنا فيها الموضوع ده بالتفصيل. Events happen all the time. الايفنتس بتحصل من حوالينا في كل الاوقات. They may or not be serious or even require attention. مش كل الايفنتس بتكون جادة، مش كل الايفنتس بتسترعي مننا ان احنا يكون عندنا اهتمام كافي بيها، لكن لازم يكون عندنا awareness كافي بالايفنتس. ليه؟ لأن تكرار الإيفنتس أكتر من مرة ممكن يكون ساين لمشكلة كبيرة هتجيني في المستقبل. عشان كده بنشوف المصطلح اللي بيقول An incident is the bigger problem that can occur. تمام؟ الحادث هو المشكلة الأكبر اللي ممكن إن هي تحدث وتحصل. الإنسيدنت كمان ليه إفكت سيء على الكونفيدنشاليتي وعلى الإنتجريتي وعلى الأفيلابيليتي الخاصة بالداتا. It's important، من المهم جدا إن يكون عندنا سرعة رد كبيرة أمام أي security incident بتحصل. Type of incident. Cyber security incident هو حادث سيء ليه bad و negative impact على ال confidentiality، على ال integrity، على ال availability الخاصة بالداتا. هتلاقينا دايما بنحط highlight أحمر على أي كلمة بتكون حجر زاوية بالنسبة لنا. يعني نقدر نقول لما نقول كلمة سايبر سيكيورتي انسيدنت، يبقى احنا كده بنتخيل مع بعض ان في حدث مش كويس، في نيجاتيف امباكت، في باد امباكت هيحصل على المثلث اللي كنا شرحناه اكتر من مرة قبل كده، كونفيدنشاليتي، الخصوصية والنزاهة والإتاحة الخاصة بالبيانات. سايبر سيكيورتي انسيدنت ممكن تحصل بشكل مقصود او بشكل غير مقصود. بشكل غير مقصود شخص forgetting ان هو يعمل activate للاكسس ليست الخاصه بالراوتر بتاعه، شخص تناسى ان هو يدي الابديتس للسيرفرز اللي موجوده عنده والاجهزه اللي موجوده عنده في البرودكشن. ففي النهايه ده ممكن يوديني للسايبر سيكيورتي انسيدنت، بس هنقول بقى ان الريزلت او السبب اللي وداني، الريزن اللي وداني للشيء ده ونتج عنه انسيدنت، كان شيء غير مقصود. طب الشيء المقصود بقى ان يكون في عندي targeted attack by hacker، يكون في attack بيحصل بشكل مباشر ومستهدف من خلال هاكر او اي malicious activity. يبقى احنا كده فرقنا ما بين السايبر سيكيورتي انسيدنت اللي بتحصل بشكل مقصود واللي بتحصل بشكل غير مقصود. عندي بقى لازم افرق وابتدي اوضح ايه هي التايبس الخاصه بالسايبر سيكيورتي انسيدنت، واحط لها كمان reporting time frame، ابتدي اتعامل معها ازاي واديها كاتيجوري. اول كاتيجوري عندي هنا بنتكلم عن الانثورايزد اكسس، من اسمها كده، غير مخول غير مصرح. الانديفيديوال، الافراد اللي هم بيقدروا ان هم يصلوا الى النتورك سيستمز، الابلكيشن، الداتا، اذر ريسورسز بشكل لوجيكال او فيزيكال وبشكل غير مصرح اليهم ومخول اليهم، الوصول الى مثل هذه الكومبوننت وهذه الاشياء انا بحطه هنا في الكاتيجوري رقم واحد. والريبورتنج تايم فريم بتاعي لازم يكون بيحصل within one hour من وقت ما انا اكتشفت discover وdetect للحدث ده. يبقى هنا ده اول كاتيجوري بتعامل معاه في السايبر سيكيورتي انسيدنت. تاني كاتيجوري عندي هو denial of service attack. كنا شرحنا denial of service attack قبل كده في كورس السيكيورتي فاندمنتال او اساسيات امن المعلومات، ممكن حضراتكم ترجعوا ليه على قناة ديفنسيفا. وكنا اتكلمنا على فكرة denial of service هو حرمان الاشخاص اللي بيشتغلوا في 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 المؤسسات وفي الشركات من خدمه بتقدم اليهم من النتورك او من السيستمز او من الداتا سنتر بتاعتنا، خدمه موجوده احنا بنقدمها لهم، هيحصل حرمان او هيحصل استنزاف للطاقه الخاصه بيها، ففي النهايه ده بيتصنف على ان هو denial of service او دوس اتاك. هنا الريبورتنج تايم فريم بتاعي هيكون وزن 2 اور من وقت ما اكتشفت الديسكفري وديتكت للاتاكس دي. If the successful attack is still ongoing، لو مازال الاتاكس ده شغال ومازال مؤثر عليا ومازال حاجب عني الخدمه.
كاتيجوري رقم ثلاثة بقى هي الميليشيس كود. ميليشيس كود من اسمها كده كود خبيث. كود خبيث بيبقى سكسسفل انستولينج اوف ميليشيس سوفت وير، وهنضرب امثله بقى في فيروس، وورم، تروجن، تروجن هورس. برضو شرحنا الكلام ده كله في الكورس الخاص بمبادئ الامن السيبراني اللي اتكلمنا عليه وفرقنا ما بين الفيروس والورم والتروجن هورس، وقلنا ان اي انفكتد هيحصل للاوبريتنج سيستم والابلكيشن عن طريق الميليشيس كود ده هنصنفه ضمن السايبر سكيورتي انسيدنت كاتيجوري رقم 3. الريبورتنج تايم فريم بتاعه هيبقى ديلي ويزن 1 اور من الديسكفري والديتكشن على مستوى شامل وواسع. كاتيجوري رقم 4 امبروبر يوزج، استخدام سيء، استخدام غير سليم. حد استخدم هويه مرسل لايميل مثلا بشكل غير سليم، فانا هنا هصنف الاستخدام غير مناسب والغير سليم ده تحت كاتيجوري رقم 4، والريبورتنج تايم فريم بتاعي هيكون ويكلي، اسبوعي. كاتيجوري رقم 5 سكان بوربس اتمت اكسس اي اكتيفيتي عندي الهدف منها ان يحصل اكسس او ايدنتيفاي لكمبيوترز او لاوبن بورس بروتوكول سيرفيسز ايا كان من الكومبوننتس اللي موجوده عندي دي كلها، فانا هعتبر ده من الحاجات اللي هصنفها في السايبر سكيورتي انسيدنت تحت كاتيجوري رقم 5. الريبورتنج تايم فريم بتاعي في الجزء ده ويكلي، ماشيين كويس. كاتيجوري رقم 6 انفستيجيشن، انفستيجيشن حوادث غير مؤكده يحتمل ان تكون غير ضاره وممكن تكون طبيعيه، فهنا بقى الريبورتنج تايم فريم بتاعها هيكون لا يوجد. يبقى انا صنفت عندي 6 تصنيفات لحد دلوقتي اتكلمت عنهم وطلعت معايا الريبورتنج تايم فريم بتاعهم واديت تفصيله لكل مصطلح مش فيهم بشكل بسيط. طيب اوف سايبر سكيورتي انسيدنت بقى ده اللي يمكن الجزء ده كان جاء فيه سؤال في امتحان السي اس اكس الخاص بمنظمه اساقه، وقال لك فرق ما بين الايفنتس. ذيس ايفنتس مي اولسو بي كلاسيفايد از ا تكنيكال اور فيزيكال. انا عندي ممكن يكون تكنيكال انسيدنت وممكن يكون في عندي فيزيكال انسيدنت. تكنيكال انسيدنت ده ممكن يكون انكلود فيروس، ميل وير، دينايل اوف سيرفيس اتاك، سيستم فيلير، فانا كل ده هصنفه عندي ان هو تكنيكال انسيدنت. ده كان سؤال بيجي في الامتحان. الفيزيكال انسيدنت هيكون انكلود سوشيال انجينيرنج اتاك اند لوست اور ستولن لللابتوبس اور موبايل ديفايس. كان السؤال بيجي كده، لو حصل فقدان للموبايل ديفايس انا هصنف السايبر سيكيورتي انسيدنت دي تحت اي توصيف وبيديك كذا اختيار، فانت طبعا بتروح للاختيار الخاص بالفيزيكال انسيدنت. لو حاجه خاصه بفيروس وميل وير ودينايل اوف سيرفيس اتاك وسيستم فيلير، فانا هختار الاختيار الخاص بالتكنيكال انسيدنت. دي كانت المحاضرة الثانية معانا، يعني في وقت بسيط كده نقدر ان احنا نبسط المصطلحات دي. انتظرونا ان شاء الله في المحاضرة القادمة واستكمال لباقي سلسلة المحاضرات اللي بدأناها عن الانسيدنت ريسبونس.